ما تفهمش ان السوشيال ميديا ما بيأثرش، لا السوشيال ميديا بيأثر، والناس الجماهير الاهلاويه تبقى خايفه، فعشان كده بكتير بس في الاهلي وبيحبوا الاهلي وخايفين على الاهلي، لسه شباب، والشباب انتوا عارفين بيبقى مندفع شويه. لكن الأهم من كده يا جماعة إن الجماهير دي أو الشباب والولاد الصغيرين دول لازم يعرفوا يعني إيه يصبروا، لازم يعرفوا يعني إيه ما يتوجهوش، لازم يعرفوا إن النادي الأهلي كبير جدا، لازم يعرفوا إن الإدارة طبعا ما بتردش على التفاهات. يعني تلاقي مثلا على فيسبوك هو الكابتن الخطيب ليه ما بيتكلمش، والإدارة لسه ما بتتكلمش ليه، ما حدش بيرد، مش عارف على جريدة، على مش عارف على موقع، على مش عارف على حد. لا، النادي الاهلي ما بيردش على تفاهات، النادي الاهلي بيرد دايما بتصرفات وبيرد بافعال ايجابيه، النادي الاهلي طول عمره كده، طول عمره بيدار كده، وعشان كده النادي الاهلي مميز. احنا مش بنقول النادي الاهلي يعني هو احسن حاجه في الكون، لكن النادي الاهلي ماشي مع الاصول المتعارف عليها، مع الاخلاق المتعارف عليها، مع القيم المتعارف عليها. مفيش حد لو في غلطه بسيطه بتلاقي شكرا في ثانيه، لو في اي حاجه بتلاقي الناس خلاص بتطلع تقول يا جماعه في حصل كذا كذا وخلاص. مفيش اي حد ما بيعترفش بالخطا، بيعترف بالخطا مهما كان مين، عشان الاحسن وعشان تصحيح وعشان يبقى عند حسن ظن وثقه الجماهير فيه، ايا كان مين هو، ايا كان بقى لعيب، عضو مجلس اداره، حتى رئيس النادي نفسه. عشان كده بقول لكم ان الكابتن محمود الخطيب عمره ما بيرد على حاجه، في حد زي ما عمر بيقول متحدث رسمي باسم مجلس الاداره وباسم النادي بيطلع يتكلم في المواضيع المهمه، في الحاجه المهمه. لما بيحصل حاجه بقى في كلام تاني خالص، انا مش عايز اتكلم وافسر اكتر من كده، لكن اطمنوا جدا واصبروا، والنادي الاهلي ما حصلش فيه اي حاجه، انا مش عارف فيه اصلا. يعني انا حصلت هوجه، ولما تقعد تشوف وتفصل كلام تحس ان الاهلي كبير، كلام يكبر مش كلام يصغر، مش كلام يتاخد على حد خالص. انا بصراحه مش عارف. عايزين نبقى ورا النادي، عايزين الشباب الصغير يعرف النادي الاهلي كبير، مش عايزين ننساق ورا اي حاجه. الفلوس بتحرك، بس الانسان اللي ملوش قيمه، انا دايما بقول اللي ليه او اللي قيمته فلوس ده انسان ملوش قيمه خالص، لكن اللي قيمته حب وعشق الناس هي دي القيمه الحقيقيه. انت عايز تعرف قيمتك، جرد نفسك من كل حاجه واعرف قيمتك الحقيقيه عند الناس ايه. جرد نفسك ان انت تبقى انسان كده من غير حاجه وتعرف قيمتك الحقيقيه عند الناس ايه. اكيد عارفين الفرق بين واحد قيمته فلوس وواحد قيمته حب وعشق جماهير كبيره جدا وجماهير بحجم النادي الاهلي. عشان كده بقول لكم اطمنوا الشباب الصغيره، ما تستعجلوش، ما تندفعوش ورا حد، ما تسمعوش اي حاجه. شفتوا، مش عايز اتكلم على اللي حصل في مباراه مصر وبلجيكا، مش عايز اتكلم ولا عايز اذكر اللي حصل، حاجه تحزن. الفلوس فعلا بتقلب او بتغير او بتغير 360 درجه البني ادم اللي هو الضعيف جدا، لكن القيم والمبادئ والاخلاق والحب الحقيقي عمره ما بيغير اي حد. عشان كده الكابتن محمود اكد وقال ان عيله الاهلي استحاله اي حد يفرقها. تعرف يا كابتن